وبركاته. مشاكم الحباب، ان شاء الله تكونوا كل لاباس وباحسن حال. وراح نبارطاجي معكم وصفه العشاء اللي راح نديرها. راح ندير دجاج، لي بيلون تاع الدجاج البنات في الفور مع بطاطا وزيتون. جيسبر يا تعجبكم. نبدا بمشيئة الله. هنا عندي لي بيلون تاع الدجاج، نحتاج البصله، نحتاج الثوم، نحتاج دي زيبيس دوك نقول لكم عليهم. راح نحط شويه زيتون يغلي لي مع حجره تاع سكر، زيت زيتون، طماطم رابيه ولا بيلي دو طوماط، بوم دو تيغ. هذا مكان عندي هنا ريسيبيون نحط فيه مغرف صغيره تاع طوماطيش. هنا واش ندير البنات؟ اول حاجه ندير نعصر القارص على دجاج كما راكم تشوفوا، وندير له شويه تاع زعفران وسافران، وندير له شويه نتاع ملح، ونحكوا البنات. ابخي نشلو. وهنايا ندير حجره تاع زيتون تاع سكر في الزيتون، نحطها دغيا. البنات هنايا الدجاج اللي قلت لكم غسلته، درت له زعفران وغسلته، خليته قعد فيه ربع ساعه وشليته مليح مع القارص والملح. هنا عندي مغرف صغيره تاع طماطم، لوحلها الدجاج نزيد نعصر شويه تاع قارص فيه مليح البنات هكا باش تشوفوا مليح حاليا. طماطم ندير طماطم اللي قلت لكم نحطها كامل، نحط شويه ثوم شايح يابس، دير لي زيبيس البنات، هذا الكزبر درت الكزبر، فلفل الكحل البنات، ندير الزعتر بلوتا، ندير معدنوس شايح، ندير زنجبيل، وندير الملح. هذا مكان هذا زنجبيل البنات، لوحت شويه تاع زعتر، لوتان، ونزيد نحط شويه تاع معدنوس شايحه. البنات المعدنوس شايح عنده انغو سبيسيال والله، ميو المعدنوس فري مليحه كنحطوه فوق الماكله من الفوق، ولا ما نديروها الداخل مي شايح مع الروتي مع البطاطا هكا صوتي ولا حاجه تجي خير وخير. كما قلت لكم معدنوس حطيته، هنا نحط سنينه تاع ثوم، كل واحد يدير على قيس واش بغى. انا درت على كونتيتي اللي راني حابه نطيبها، درت 6 تاع ثومات صغار كملتهم. نملح، ما تنساوش الدجاج ديجا مالح، والملح تاعنا ما يقرش، غير ما تخلعوش في الكميه تاع الملح اللي نحط. واللوح قدر زوج مغارف ولا 3 تاع زيت ولا زيت زيتون، واللوح نص مغرف تاع موطاخ. لي ما عندوش ما يديرش، سي با اوبليجي، هي مليحه يعني لا موطاخ سورتو في الدجاج. ونخلط الميلونج كامل كما تعرفوني شتي نخدم بزاف بيدي، نخلط بيدي وخليها تتمارينا حتى ساعه ولا ساعتين البنات. هذا البنات خليوها كي بعد ما تخلطوها خليوها تتمارينا البنات. السما الزيتون غلا ونخليه يبرد، هي تتمارينا. نلقي البوم دو تيغ البنات، وشرت زوج حبات بصله، ونقسم البنات دي بتي ديبه نحطهم في الغوتي اللي حنخدموه. هذه هي هذا البنات، هنا قشرت البطاطا، ندير لها حتى هي شوي ملح وشوي فلفل الكحل، قيس مغرف صغيرة تاع فلفل الكحل، نص مغرف صغيرة تاع فلفل الكحل، انا ندير رسمة على عيني، وندير شوية تاع معدنوس شايحة. واللي يحب يزيد يدير ثوم يدير، انا تالمون درت ثوم بزاف الدجاج ما بغيتش نزيد ندير باه برك البنات البطاطا تجيكم بنينة. وشوي زيت زيتون، ونخلط الميلونج كامل مع بعضها. هنا
احنا البنات نكمل الميلونجي كامل، الميلونج تاعنا كامل. هذا الزيتون، هذه البطاطا، هذه البصله، وهذا الدجاج اللي مارينيناه، والبلاطو جبدنا بلاطو، نديرو شويه زيت ولا زيت زيتون، وندهنو كامل بنباسو، ونبدا نحط البنات الخضروات اللي عندنا. نحط البصله الاولى، بعد نحط الدجاج، ونحط معاه بوم دو تيغ، ونحط كاع البطاطا تاعي صغيره ما قصيتهاش اون دو، ونحط معاها الزيتون. هذه البنات نفرشها هنا، نحط البوم دو تيغ، البطاطا، ونحط الزيتون. هلا هنا البنات لا ماريناد اللي بقات لنا نحط فيها ميم با نص كاس ما كوشتو، ميم با، نخلطها ونلوحها على البلاطو اللي عندي كامل، نلوحها على كل شيء، وندهنها بالبانتو باه كل شيء تاعي دغاس، ونغطيها بالبابي كويسون بابي الومنيوم، ونحطها في الفور على 200 درجه. البنات ما تطيب لكم ميم با في نص ساعه، باسكو راهي كلش بطاطا ودجاج في ساعتين بالزيتون ديجا طايب. هذا البنات هاكو كيما تشوفون مسحها بالبانسو باه كلش نمارينيه بلاصوص اللي عندنا. هذا البنات وحطيت شويه مهدنوس بوغ ديكوراسيون من الفوق، اللي يحب يحط الفلفل الحار يحط، واللي يحب يزيد يقص الفلفل الحار ولا فلفل حلو، كل واحد وطماطم. انا مبغيتش اللوحه سورتو طماطم، مبغيتش اللوحه ما حبيتها هكا فرات، تجي بنينه البنات وتجيكم تجيكم ما شاء الله. نغطيها بالبابي كويسون بابي الومنيوم، وحطها في الفور كما قلت لكم 200 درجه. هذه هنا البنات بعد 20 دقيقه نحيت لا بابي كويسون بابي الومنيوم وخليتها تحمر من الفوق. البنات بنات هنا العشاء راهو بجد، جات بطاطا كما يقولوا لها بطاطا كوشه، جات تشهي البنات تشهي تشهي. درت معها شويه رخسيس، وعندي حميص سلطه مشويه كما يقولوا لها. المهم البنات ما نحكي لكمش على البنه. هذه هي البنات الوصفه، نتمنى تعجبكم لا ريسيب، ما تنساوش لايكي وبارطاجي ما فيديو فضلا وليس امرا. ابقوا على خير، على خير وشير الوصفات مع نوال.